السلام عليكم خاوتنا، عندي نداء إلى كل الشعب الجزائري بخصوص هذا الوباء اللي أصابنا. نقول للشعب الجزائري يأخذ النصائح اللي أعطتها لنا وزارة الصحة، وهي الوقاية وتجنب الخروج بدون سبب، هكذا لكي ننتصر على هذا الوباء بإذن الله. ونقول للشعب الجزائري اليد في اليد، احنا اليوم رانا في حرب ضد هذا الفيروس، وباش نصدّاو لهذا الفيروس ان شاء الله. ونقول لكم زيد العوده، الوقايه خير من العلاج، وان شاء الله هكذا راح ننتصروا على هذا الوباء. ونقول فيف لالجيري، وكل الشعب الجزائري ان شاء الله يكون واعي هكذايا. نقولوا لخوتنا اللي راهم مرضى والعائله ديالهم، ان شاء الله باذن الله راح ننتصر على هذا الوباء والشفاء العاجل لكل المرضى. ونقول ما ننساش النداء الى كل الاطباء والشبه الاطباء وكل اللي يعملوا في قطاع الصحه، يعطيكم الصحه. احنا باذن الله الخير اللي راكو ديروه انتوما دوكا، واللي ساكريفيس راكو ديروه ان شاء الله ربي ان شاء الله يعوضه لكم. والسلام عليكم.